صباح الخير، نعود مرة ثانية وياكم. طبعا أكيد الكثير يتساءل أسئلة كثيرة، ليش بالتحديد النباتات المائية؟ شنو مميزات النباتات المائية؟ هل تتحمل جونة في الكويت أو ما تتحمل؟ أسئلة كثيرة لربما تراود الآن الأخوة المتابعين حول النباتات المائية. ممكن نزرعها؟ ممكن نعتني فيها؟ سهل الاعتناء فيها ولا هناك صعوبة؟ هل لها مغذيات أو أسمدة خاصة فيها؟ هل أيضا لها مبيدات أو لها آفات خاصة فيها، أو هي نفس الآفات الزراعية الأخرى؟ كثير من التساؤلات، راح نبتدي الآن نتكلم عن هذه الملاحظات. طبعا النباتات المائية الشيء المحبب فيها وجودها في الوسط المائي، والوسط المائي لمن ينتشر في منطقة معينة خصوصا في المناطق الحارة، التبخير اللي يصير من هذا الماء راح يخفف درجة الحرارة بشكل كبير، خصوصا في مناطق مثل مناطق دول الخليج أو المناطق الحارة وعندنا في الكويت. لذلك حتى أنا عملت تجربة أني قست درجة الحرارة خارج الحديقة وقست درجة الحرارة داخل الحديقة. الفرق ما بين، في نفس الوقت طبعا، الفرق ما بين درجة الحرارة خارج الحديقة وداخل الحديقة يقارب من 11 إلى 12 درجة مئوية. يعني برا كان ممكن 51، داخل الحديقة كان 40 أو 39. تخيلوا. طبعا موضوع درجة الحرارة هذا أمر جدا مهم، لذلك أنا حبيت هذا النوع من النباتات لأنه كسر عندنا درجة الحرارة، وهذه الثقافة اللي أنا ودي أنشرها في أن يعني الأخوان والأخوات في الكويت والأخوات في الكويت يعني يأخذون هذه الثقافة ويبتدون يزرعون، لأن راح نأثر إذا انتشرنا انتشار كبير في الكويت من خلال زراعة النباتات المائية في مناطق الكويت مختلفة. أكيد راح نأثر على الجو في الكويت، راح نأثر على درجات الحرارة المرتفعة عندنا في الصيف، فراح نكون مؤثرين بشكل إيجابي في ممارستنا لهذا النوع من أنواع الزراعات الموجودة في دول شرق آسيا. طيب يا بدر، هل زراعة النباتات المائية صعبة؟ أبداً، ما في أي صعوبة في زراعة النباتات المائية متى ما أسسنا التأسيس الصحيح. والتأسيس الصحيح شنو هو؟ طبعا تجهيز الحاوية اللي راح تصير فيها هذه النباتات، لأن هي تحتاج إلى بونت أو حوض أو بركة أو أحواض الفردية، أو أن البناء اللي يصير عادي، وترى بعض البناءات اللي تسوونها يعني مسألة حفرة وطربال، ممكن يكون مو بالضرورة يكون في يعني مخاسير زايدة فيها، لذلك ما فيها وايد تعب أو وايد مخاسير حق اقتنائها وزراعتها، وسهلة جدا. يعني متى ما أسسنا حطينا الماي باقي الأمور جدا سهلة. يعني هي مسألة متابعة النباتات هذه والماي، مستوى الماي مع التبخير. إذا زاد التبخير طبعا وقل مستوى الماي، نزيد كمية الماي فقط. طيب بعد سؤال يا أبو بدر، هل تحتاج إلى مغذيات وأسمدة؟ طبعاً تحتاج، ولكن ما هو ذاك الاحتياج اللي تحتاجه مثل الزراعات الاعتيادية. كل فصل له نوع من أنواع الأسمدة الكيماوية وكذا، لا هذا يعني ربما نوع واحد من الأنواع اللي تحتاج أن تحطوا لهم، وفي بعض المرات اللي هو نباتات الزنبق المائي. نباتات الزنبق المائي تحتاج بعض المرات وليس دائما إلى بعض أنواع الام بي كي اللي يزيد من تجذيرها وتخضيرها وتزهيرها، فهذه طبعا هم متوفرة وموجودة هني عندنا، ودائما أنصح أنا أن تستعمل، ولكن في مواقف معينة وفي أوقات معينة عند وقوف التزهير فقط لا غير. طيب هل نحتاج إلى مبيدات؟
جوابي أنا طبعاً أنا أقول لا، لأن نادراً جداً نادراً جداً استعمال المبيدات في حالة زراعة النباتات المائية، لأن الآفات يعني كذلك من النادر جداً أن تحوش آفات، لربما بعض المرات فقط البق الأسود هي اللي يحوشها، ولما تصير على الأوراق مجرد المسح على هذه الأوراق خصوصاً نباتات الزنبق المائي، مجرد المسح باليد على هذه الأوراق تسقطون فيها البق الأسود في الماي مع وجود أسماك الزينة. أسماك الزينة هذه راح تعمل عمل المبيدات وتخلصكم من البق، لذلك هناك افتقار كبير لاستعمال المبيدات الحشرية أو المبيدات الآفات للنباتات المائية. السؤال الآخر وهو عن موضوع التزهير، هل التزهير في موسم معين، في فصل معين، في وقت معين، أم شنو بالضبط؟ لا، التزهير بالنسبة حق نباتات المائية المزهرة خصوصا نباتات الزنبق المائي اللي تشوفون هذا، نباتات الزنبق المائي والنباتات المزهرة من النباتات المائية تزهيرها طول السنة، يعني ما في موسم معين للتزهير، طول السنة التزهير عند النبتة شغال، فقط يتوقف بالنسبة لنا احنا في الكويت او المناطق الباردة في الموسم البرد، يعني شهر تقريبا اواخر 11 الى اواخر شهر 2 موسم البرد هني يوقف التزهير، لذلك التزهير راح تستمتعون في الازهار طول السنة. الشيء الجميل والممتع في النباتات المائية انها التنويع فيها كبير حتى في الصنف الواحد، يعني لما نقول نباتات مثل نباتات الزنبق، نباتات الزنبق فيها يعني تعداد كبير من الألوان والأنواع وكل لون رئيسي، مثلا الوردي في درجات اللون الوردي، الأحمر في درجات اللون الأحمر، البنفسجي كذلك، الوردي كذلك، الأصفر كذلك، الأبيض كذلك، البنفسجي، كل الألوان هذه في لها تدرجات تعطي تعداد كبير من التنويع. هذا غير النباتات الأخرى والأصناف الأخرى كذلك، هذا غير مسألة التهجين اللي يصير ما بين الألوان، فتلقى زهرة فيها اللونين وترمي أو تعطي بعض الطفرات من الزهرات. اليوم غطينا لكم تقريبا يعني تغطية كبيرة في الموضوع فيما يخص مميزات أو أسباب اللي تخلينا نقتني نباتات مائية. إن شاء الله بكرة راح نبتدي في معلومات أخرى، دروس أخرى، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا وتستفيدون من هذه المعلومات، ولربما يعني يصير حافز أو دعم في أن تتحركون لاقتناء هذا النوع من النباتات.